جي فتح الله المغاري من العائله اولا واخد لا كوزين ديالي و 50 عام د العشره مع مراته ماشي سهله 50 طون دو في كومين وكان من غير الفنان اللي تنعرفه الكاتب ملحن خلى واحد اللون ديالو خاص به اللي ما عندش الفنانين الاخرين وكلشي تيبغيه وقدر الله وهادي 5 سنين هو تيتعذب 5 سنين باش جا هذا المرض والحمد لله كان تيصبر كنت شفتو اخيرا في الكلينيك وكان متيقن بالله وامن بالله وتيصبر وهذه هي الحياه فهمتي كنا ليلها ولكن اللي كاين هو خلى واحد البصمه ديالو خلى واحد ليغيتاج غير داك الاغنيه ديال الصحراء اللي خلى اللي دابا رجعت تتغنى في جميع الحفلات والعراسات ما كاينش العرس اللي تيدوز وما تتغناش داك الصوت الحسني نادي فهمتي غير هذه خلاها ايغيتاج اللي كلشي تيعترف له بها والله يرحمه مسكين واللي تنتمنى عند الله يصبر مراته مسكينه اللي عانت معاه 5 سنين وهي معاه ما تتفارقوش و50 عام ديال العشره معاه ماشي سهله ماشي سهله والله يرحمه وسلام. في الحقيقه انا شخصيا حزين جدا لان فقدنا واحد الهرم من اهرامات الاغنيه المغربيه اللي هو الاستاذ فتح الله المغاري. فتح الله المغاري يعني خصنا بزاف ديال الوقت باش نتكلموا على الشخصيه هذه لانه من غير انه فنان وعطى لهذ البلاد الكثير وكتعتبر من غصن من ديك الشجره اللي اسات الفن في هذه البلاد فهو رجل مثقف رجل مقاوم رجل مغربي بما في الكلمه من معنى الكل كيعرف الاغنيه المشهوره ديال المسيره الخضراء نداء الحسن الاغنيه اللي اجات المغاربه وجعلت فيهم واحد الحماس باش يشاركوا في ديك المسيره بكثافه فالرجل تبارك الله الخزانه الفنيه ديالو عامره لا يعد ولا يحصى داك الشيء اللي خلى ديال الارث الفني الموسيقي ورجل كان كيساعد الجميع انا من الناس اللي ساعدني بزاف ومد لي يديه وكتب لي اغاني وطنيه درتها مع كثير من الفنانين ناعمه السلغاوي البشير عبدو واحد العدد ديال الفنانين الكبار ورجل كان فاتح داره للجميع لكل شيء اللي جاء مرحبا به لا يسعني ان نقول انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر ليه ويجعل مثواه الجنه ولا حول ولا قوه الا بالله ما تسولونيش عفاك على ديك القضيه ديال واش باع الفيلا ديالو هذا السؤال هذا راه عيت ما نسمعو وهاد الهضره راه ما كاينه شيء ثقوا بيا لان فتح الله المغاري ما محتاجش يبيع الفيلا ديالو باش يداوى عنده رزقه وما مخصوش شيء وما محتاجش انه يتوسل شي واحد ولا هذا وثم فوق هادشي كامل كاين سيدنا الله ينصرو اللي كيتكفل بجميع الفنانين كبير ولا صغير فهاد الهضره هذه كلها لا اساس لها من الصحه هذه مناسبه اليمه حقيقة يعني أننا افتقدنا أحد الرواد ديال الفن في المغرب أحد الناس اللي عطاو بوطنية خالصة رجل يعني كان يلبي نداء الوطن نداء الروح نداء العقل رجل اشتغل في المجال الفني وأبدع فيه وأعطى من وقته ومن أفكاره ومن إبداعاته يعني لمدة طويلة جدا لأنه في المجال الفني خدم يعني تقريبا ما يقرب من 60 سنة أو أكثر إلى الوفاة ديالو ولكن أنا استغل هذه الفرصة هذه يعني الآن باش نقول أنهم كاينين الناس اللي كيصيدوا في الماء العكر كيستناو مناسبة أليمة بحال هذه باش يبداو يتكلموا ويقولوا حنايا وأستاذنا فتح الله المغاري 5 سنوات هو مريض 5 سنوات وهو يتألم 5 سنوات وهو في البيت ديالو معروفين في الفنانين اللي كانوا كيزوروه ومعروفين الفنانين اللي كيمشيو عنده يعني تولاه الله برحمته والله يغفر ليه وإنا لله وإنا إليه راجعون اليوم يتم تشييع جنازة أحد رواد الأغنية المغربية أحد الزجالين الكبار
احد الملحنين الكبار، احد المطربين الكبار اللي خلد الاسم ديالو وكتبوا بمداد من ذهب. لما كنسمعوا جل الروائع ديال الاغنيه المغربيه كنلقاو اللمسه ديال الاستاذ فتح الله المغاري واضحه في جميع اعماله. ولا يمكن لاي مغربي كيفما كان داخل او خارج الوطن عندما يسمع نداء الحسن وصوت الحسن ينادي لا يمكن أن لا يقشعر جسمه رهبة وخشوعا لرايتنا الوطنية ولعاهلنا المفدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله. فالأستاذ فتح الله المغاري كان مغربيا حتى النخاع في أعماله وفي ألحانه وفي أنغامه، فكان رجلا عصاميا وكان فنانا بكل ما في الكلمة من معنى. لا يسعني في هذا اللقاء القصير إلا أن أترحم على روحه الطاهرة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.